أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. علاش نقولوا جناحنا؟ لأن مسؤولية تربية النشء هي مسؤولية الجميع. لذا في هذه الحصة هذه في كل مرة نتناولوا موضوع جديد، موضوع جديد يخص تربية أولادنا خاص بالأطفال. أنتم يا أولياء نحاولوا مع أخصائيين في ميادين متعددة نجاوبوا على بعض التساؤلات نتاعكم اللي تهمكم في تربية ولادكم. موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا، هو موضوع الكذب لو مونسونج، يعني كيفاش الطفل لما يكذب كيفاش تتعامل معاه، هل ترى كيفاش باش تخلي ولدك ما يكذبش، كيفاش ولما يكذب كيفاش تتعامل معاه، كيفاش تحاول تحفظ ولادك من هذه الآفة هذه اللي هي الكذب. إذا استقبلوا معايا الأستاذة عبلة محرز خان، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة، مرحبا بك، تفضلي تفضلي. مختصة في علم النفس التربوي. كذلك استقبلوا معايا الأستاذ لبري نور الدين. مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا، الله يخليك الله يخليك. 39 سنة في سلك التعليم، تفضل تفضل تفضل. ومعنا كذلك الأم سهام ترباح اللي راح تشاركنا تجربة نتاعها، تفضلي مدام، تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. وفي كل مرة في كل مرة نستقبلوا طفل ولا طفلة يدير الواجبات نتاعو معانا لهنا باش انتوما ثانية أطفال تروحوا ديروا الواجبات نتاعكم. معانا اليوم ريتاج أميرة 7 سنوات. روحي بنتي، واش راكي؟ لاباس. لاباس؟ راح تديري الواجبات تاعك اليوم، تحبي ديري الواجبات؟ نعم. تحبي تحبي القراية؟ واش تقولي الأطفال لما يشوفوا فينا باش يروحوا يديروا الواجبات نتاعهم، واش تقولي لهم؟ يديروهم كل يوم ولا يروحوا يرقدوا ولا يديروا الواجبات؟ ديروا واجباتكم كل يوم باش تنجحوا. برافو برافو، مالا روحي بنتي لهذاك المكتب اللي فوالا اللي جهزنا لك باش ديري الواجبات نتاعك. وانتم كذلك يا أطفال، نجاحكم هو الشيء اللي يحبوه والديكم. إذا كان حبيتوا تنجحوا لازم تقراوا وديروا الواجبات، إذن روحوا ديروا الواجبات نتاعكم يا أطفال ولازم تكونوا منتظمين. مرحبا بكم مرحبا بكم، شرفتونا شرفتونا في هذه الحصة هذه. الأولياء في كل حلقة يرسلونا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا، يتسألوا عبرك بعض مواضيع تبان بسيطة ولكن الأولياء شغل ماذا بهم نصيحة صغيرة باش تعاونهم في حالة معينة. اليوم اخترنا موضوع الكذب. بالمرات وليدك يكذب عليك، يعني يمارس الكذب وكأنه لعبة، وأنا نقول ليس للكذب ألوان، عمو يزيد دار أغنية كلهم حتى ولو كانت مسحة مع الأصدقاء، ليس للكذب ألوان حتى ولو كانت بيضاء، يعني ما كانش كذبة بيضاء وكذبة سوداء، إتو الكذب كذب. مليح أننا اليوم نشخصوا هاد نسميه حالة ولا مرض ولا صادبون على الغرافيتي تاعو. أنا نظن الكذب شيء صعيب، لأنه كي نبداو نربيو في ولادنا الصدق هو لاباز يعني تاع التربيه تاعنا، هو القاعده يعني نعلموه الصدق، ان تكون الصادق القولي شيء مهم جدا مذكور في القران وهو لاباز تاع ديننا الحنيف وتاع التربيه تاع ولادنا. ماذا بينا استاذه محرز نتكلموا على الكذب، كيفاش الاولياء يقدروا يعرفوا اذا كان وليدهم الكذب هذا حاله
باثولوجيك، يعني حاجه ميتوماني ولا حاجه عنده حاله نفسيه ولا حاله عابره، وكيفاش يقدروا يتعاملوا معها. وكذلك راح نتكلموا على الكذب من جانب المدرسي مع سي لابري وكامل. ماذا بينا تشخصينا الكذب عند الطفل؟ الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله. يسعدني كثيرا ان اتواجد في حضن هذا الجو العائلي اللي ولفناه. مرحبا بك، ونتمنى يكونوا ولفونا هما كذلك ولفونا المشاهدين الكرام كلهم. اذا اليوم حنتكلموا على شكل من اشكال السلوك المنحرف لكن حسب العمر. يعني الكذب بالضبط. لازم نعاوده نربطوه مثله مثل اي صفات اخرى. صح انه شكل سلوكي منحرف لكن يجب ان نربطه مع النمو. الطفل دائما كما ذكر يعني الطفل الى كذب هو في سنتين ولا في اربعه مش كيما واحد في 12 سنه ولا 14 ولا. الباحث السويسري المشهور جون بياجي اللي يعمل مدرسة كلها مدرسة النمو النفسي بالضبط، اللي ربط قال لك أنه الطفل السلوكات اللي رانا نشوفوهم ما هي إلا انعكاسات لتطور ونمو لإمكانياته ولكفاءاته كلها عبر الفترات العمرية المختلفة. إذن هنا رح يعود يردنا إلى أشكال الكذب. كاين عدة أشكال الكذب، راهم أمامي: كذب التفاخر، الكذب الخيالي، كذب الالتباس. هنا في بداية العمر يعني عندما يبدأ الطفل يبدأ يعبر لغويا، نقوله من عامين مثلا، يبدأ من سنتين يبدأ يكون جمل أو كلمات نفهموها حنايا. مثلا تشوف أنه تدخل الغرفة تلقى المزهرية مكسرة، فتقول له شكون اللي كسر هذه يبدا مشي انا مشي انا مشي انا مشي انا هو وحده في هذيك الغرفه وحده ولا خويا هذا كذب الخوف ثاني على مخدوم. هنا نبداو نلاحظوا الميكانيزمات الدفاعيه اللي تكلم عليها فرويد في كتاباته ومؤلفاته العديده، اللي قال لك انه النشاط النفسي الانساني يبدا يظهر بهذه الميكانيزمات الدفاعيه. نبسطوهم وشنو هما هاد الميكانيزمات الدفاعية؟ هما ديزاستوس، حيل يتعود عليها أو يلجأ إليها، يعني بعد اللجوء وكي تحكم هذه الحيلة يعني هذه تحكم يتعود عليها الجهاز النفسي لوبسيشيزم، وترجع هي نفسها تقعد نفسها إذا ما تعدلتش وما ترشدتش تقعد نفسها حتى في الكبر. الإنكار، هذا الإنكار باللي ماشي أنا اللي قمت بهذا الفعل، نبدأ نكتسبوه من الطفولة ويرجع ويقعد نفسه ويقعد في الكبر، يعني يقعد نفسه باللي حتى أثناء قيامنا بالأخطاء المرورية. كي نقوموا احنا الآن نقودوا السيارات ونقوموا كي نقوم بالخطأ المروري أو الحادث المروري، ما نربطش بين هذا الحادث المروري ومسؤوليتي أنا تجاهه. نقول باللي لا الطريق اللي كانت مكسرة، بيطو هو اللي كان جايز، طوموبيل هي اللي تعطلت حقيقة. هذا يعني تشوف باللي كاين هذا الكذب احيانا او هذا الالتباسات اللي نعملوهم حنايا واللي نكونوا بهم الجهاز النفسي تاعنا يتبعونا حتى في الكبر. بالضبط. انا نشوف كاين امهات ولا تقول لوليدها هاك الحلوه هذه ما تقولش لخوتك مثلا يعني لازم يتفاداوا هذه الاخطاء، لانه صلى الله عليه وسلم في روايه عن رواياته كان جايز هو قدام في الحي تاعو وين كان، فشاف عربي واحد من في الحي من السكان كان رافد يعني طرف الثوب تاعه وينادي الماعز. ينادي الماعز، هو ما كان عنده والو في هذاك طرف الثوب. يطمعهم شو كان يطمعها كان يطمع هذيك الماعز باش تقبل اليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما روي عنه انه خطا هذا الشيء اللي راك دير فيه. حتى مع الحيوانات ما تكذبش عليهم، ما تطمعهمش، لانها هذه المره بالك راهي تجيك هذا الماعز او هذا الحيوان يجيك يقبل عليك هذه المره. لكن ما يلقاش ريكومبونس، ما يلقاش ما حاجه تقابلها به، ما كاش في الحقيقه ما كان حتى انا جدي الله يرحمه المره الجايه ما كاش ليا منك تجيكش. انا جدي كان يقول واحد يزيد تسمح لي الاستاذ باش تعاود تونشيني لتعريف الكذب لغويا. الكذب لغويا ليس معناه الكذب في القول، وانما كذلك في السلوكات، في الافعال وفي الافعال وفي حقيقة. المعاملات. ومن بعد نرجع ليها كي تكمل. جدي كان يقول له واحد الحاج راني نكذب وراهم يمنوني الناس،
قالوا يا وليدي انا خايف عليك نهار تقول صح واحد ما هي منك. هذا هو يعني قصه الراعي. قصه الراعي اللي كان ينادي يقول لهم جا الذيب جا الذيب ياكل لي الغنم، القريه كامل جات تدافع عليه، هو يضحك هكذا يتمسخر بهم. بعد مره ثانيه مره ثالثه حقيقه جاء الذيب واحد ما جاي يسلكو. يعني هذا هو الشيء عمو يزيد، من خلال حصتنا مع عمو يزيد درنا اغنيه الكذب، يعني اغنيه اياك يا طفلي اياك والكذب، يعني ونذكروا محاسن الصدق وكامل، لانه مهما كان الانسان تكون صادق بالك يقول لك لا فيريتي البلاس، ممكن انك تقول تكون صادق، ممكن انك تجرح الناس ولا ممكن، ولكن رايحين يتجاوزوا هذاك الموقف. ولكن اذا كان كذبت رايح حتى الشخصيه نتاعك تاخذ يا اخي بوندرك. هذه هي أستاذ لابري، على ما نظن كما الأستاذة تفضلت وقالت، الطفل بالمرات يحب يدافع على روحه، علاش ما درتش الواجب، علاش ما درتش، يعني نظن بلي المربيين في المدرسة متعرضين لهذ الحالات هذو يعني باستمرار. على ما نظن ماذا بينا نعرفوا كيفاش يتعاملوا معها، وكيفاش هل يوصلوا حتى الأولياء ولا غير بيناتهم يحاولوا كيفاش يقضيوا على هذه الآفة هذه. نعم. هي في الحقيقة الكذب هو تفضلت الأستاذة في البداية، هو حسب السن. الطفل قبل 3 سنوات لا يكذب لأنه لا يتكلم، هذه واحدة. إذن من 3 إلى 7 سنوات هذا نوع من الكذب أو نوع من الأسباب التي تدفع التلميذ باش يكذب. ثم كاين من 7 حتى 12 سنة الطفل يبدأ يزيد النمو تاعو يتطور، هذا كذلك نوع آخر. ثم عندنا الكذب عند المراهق، ثم عندنا الكذب حتى عند الشباب. يعني أنتم في المدرسة كيفاش كومون سو مانيفيست المنسونج يعني؟ إذن الكذب احنا عندنا في نهاية الابتدائي والمتوسط خاصة، هي علاش التلميذ يكذب، لماذا يكذب؟ غالبا أقول غالبا من باب التجربة الميدانية، غالبا هو خوفا من العقاب. عندما يعني يقترف الذنب أو يدير حاجة خارجة عن القانون ما لازمش يديرها، يعني القانون المدرسي النظام، هو هنا لازم يكذب ليتفادى العقاب. مانيش عارف استاذ لابري، الكذب تاع الزوخ والفخر هذاك مش عارفين متواجد في الطور المدرسي ولا لا؟ متواجد بكثره هذا. بكثره هذا نعم. هنا يدخل يحب الطفل يفرض شخصيته امام الاخرين، حتى في النقاط بعض المرات يقولوا خدمت مليح في امتحان يقولوا ايه يعني لا هذا حاجه اخرى. حاجه اخرى الزوخ؟ لا موش الزوخ الامتحان. صديقون لا كان مع ولدي يعني ولا مع المجتمع بالمرات يخفي ولكن يخفي النقاط اللي مش مليحه، يخفي خوفا من نظرة الغير السيئة السلبية تجاهه. هذا خارج عن الزوخ لا او عن الافتخار او عن فرض الشخصية. يعني في انواع من الاسباب بالضبط. اما مع اصدقائه وزملائه وكذا مرة على مرة يجي يكذب عليهم باش يبين باللي هو موجود وكذا وعنده خصلات وعنده كذا، ويوصل الى استعمال الكذب الخيالي الاسطوري. تدخل في اطار نوع من الكذب يسمى بلا ميتوماني. هذا مرض بطولوجيا على كل هذا مرض هذا مرض على ميتوماني. واذا كاين اللي تكبر معاه وحتى هو كهل رجل كبير وفي الحديث تاعه مع الناس الا لا ميتوماني، يعني لا كاين اللي يبني لك قصور يعني هذاك من بعد كلمه هذه الحاله هذه الخيال ولا بيكون جاد. لو بيكون جاد هو يعني ما راهوش يمزح ولا هو في المسرحيه، هو راهو جاد يحكي لك هو موضوع هكذا نبداو به ويروح يبعد كلام. هذا النوع من الكذب. لكن الكذب اللي نلاحظوه كثير في المدرسه هو من الخوف من العقاب. هو العقاب بالنسبه للتلميذ اللي يقوم بغلطه في المدرسه وكذا كبيره وتكون فيه تحريات ولا باش نعرفوا من هو الذي قام بهذا باش كذا، هو يكذب عليك يعني يعطيك حاجه. وكاين كذلك كاين واحد يغيب، تلميذ يغيب بالضبط والسبب يجبد لك كذبه من كاين اللي قتل كاع عائلته بالمره تنسى جدتي ماتت يقول لها 3 مرات نعم هذا ما عندنا كانت فينا عندنا فينا مات فلان مات فلان هذا ليش يدير هكذا حتى لا يعاقب. وهنا لازم احنا نعرفوا هذا بالضبط ونعلم احنا من اهداف التربيه نتاعنا هو تعليم القيم وتعليم الاخلاق
والصدق اللي هو عكس الكذب بالضبط بالضبط هي بالضبط من القيم السامية في بالضبط ديننا وحتى في الحياة العامة. يعني حتى في الحياة العامة الصدق احنا لازم نبين لبلادنا بأنك حتى ولو أخطأت قل الحقيقة وأنا أعتبرك شجاع بالضبط وتتكبر في عينية. ولكن أستاذ لابري كاين نقطة معينة أنا كي كنت صغير عشتها، كاين نقطة معينة هي شدة العقاب. هذا هو يعني بالضبط الأولياء نرجع للبيت لما يكون ولي الأمر يكون عنيف نعم يعني يكون سيفر بالضبط سيفر مع أولاده راح يدفعهم للكذب الدفاعي نعم ومن بعد الولف الطفل ما لازمش يوالف الكذب نعم. يقول لك أنا نجوت أنا سلكت نعم دوك ما لازمش يوصل لهذيك. دوك الأولياء لازم ما نقولش يكونوا متسامحين اون مان دو فير دون زان غون دو فيلور. دوك لازم الأولياء يتعاملوا مع الحالات يعني باش الطفل ما يخبيش عليك نعم باسكو اذا دار حاجه صغيره ولا يخاف يقولها لك باسكو انت توي سيفير يعني العقوبه تاعك راح تكون في قمه تكون شديد في العقاب رايح من بعد كي يدير حاجه كبيره انسان يقول لك يعني مليح انك تتعايش مع هذه. انا نظن حتى مع الاستاذ يعني بالضبط بالضبط, بالضبط مع المربي ولكن سا سو مانيفيست بلوس في العائله مع الاولياء لاني عشتها انا شفت كي كنا صغار الاولياء تاعنا كانوا متسامحين معنا مثلا لو كانوا عندي انا ولاد عم ولاد خال وكامل وين الاولياء تاعهم كانوا اشد شويه نشوفهم باللي عندهم الصعوبه في باش يصرحوا الاولياء تاعهم. دونك حنا نديروا النداء للاولياء مليح انك تكون ما تكونش لين ما تكونش شديد يعني اون مان دو فير دون ان كونت دو لور. السيده ترباح مرحبا بك. جبناك معنا اليوم حبينا ولية أمر تتكلم لنا يا هل ترى عشتي هذا الكذب مع أولادك؟ اسكو كي كذبوا عليك جاتك حاجة غراف ولا قلتي ما هيش حاجة خطيرة ما عليش تعاملتي معها؟ وحبيت نعرف تاني رد الفعل تاعك كي كذبوا عليك، يا هل ترى أنت شديدة العقاب ولا متسامحة؟ تفضلي. المهم نشكركم على هذه الحصة. الله يخليك محبوبي. خصوصا على موضوع الكذب وعلى الموضوعات اللي فاتت. يعني الكذب تفصل عندي طفله واحده في عمرها 7 سنين الله يبارك عن نتائج تحدث الكذب. مثلا بنتي خدمتي على بالها بلي عندي فتره الامتحانات شويه تكون عندي شده تكون شديده العقاب ما تسامحش فتره الامتحانات ما كاش تسامح ما تسامحش شغل عندك جهد بذلاته بوندون 3 موا ريزلتا تاع اون سيمان ماذا بيك يعني تكون عندك وما في الحدود المعقولة. بالضبط بالضبط فهمتك. يعني في بعض الأحيان صح نكون شديدة العقاب. ما يسكت كذب عليك خوفا ما نقولش بلي ماشي كذب يا مثلا بنتي خدمتي إيه ماما أنا خدمت هي تكون ما خدمتش كي نروح للأستاذ تاعها نسقسيها يعني ما خدمتش باغ إكزومبل كيما الفصل اللي فات ما خدمتليش في اللغة العربية. ما خدمتش يعني ما خدمتش. وكيفاش تعاملتي معها في النتائج نتاعها؟ كنت قبيحه ولا شويه يعني شديده يعني؟ يعني في اللغه العربيه جابت لي 5.5. لا معليش انت رد الفعل تاعك كيفاش كان؟ هل ترى عاقبتيها ما عاقبتيهاش؟ لا سي عاقبتها. عاقبتيها؟ كنت شديده؟ عندي المعاقبه تاعي ما نهضرش معاها. ما نكلمهاش يعني نهار كامل. يعني بعاد على العنف بعاد لا على لا 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 العنف. الحمد لله ديفة. الحمد لله. جميل بصح جميل. عندي المعاقبات الكبيره اللي نديرها يعني ما نهضرش معاها. شغل وحده كبيره يومين تاع ماما سمحي لي ماما نعاود نخلفها لك الفصل الجاي ماما خلاص نولي ننتبه يعني ماشي عنف تاع لا جميل ولكن المتابعه المدرسيه مليحه المتابعه المدرسيه جميله ولكن حقيقه دي فوا الاولياء ما عندهمش طريقه اخرى الا انه يسال وليدي قريت خدمت ايه بابا انا قريت يما انا قريت اني دونك هو يمنو ولكن من بعد بالك يكون فيه مفاجآت وكامل. دونك حبيت أستاذة لو كان نتكلموا على الكذب المرضي يعني حقيقة الخوف من العقاب واحد يزوخ واحد كذا ولكن كاين بالمرات الكذب المرضي اللي الإنسان راك معه كون ما تعرفوش راهو يديك الواد راهو يبني لك قصر بالكرتون يعني ومن بعد يطيح عليكم في زوج يعني صح. تفضلي. عادة الطفل سلوكات عديدة من يومياته هي تقليد للكبار.
الاب اللي يصوني تليفون ويقول لوليده قول له ما كاش قول له ما كاش ني فهو راح يقول له او يقول لك ما كاش بابا يقول لك مانيش هنا مانيش هنا فهي يعني المزحه اللي راهم يقولوها الان في كل مكان. بالضبط. اذا التقليد تاع الكبار هذا هو راهو يقلد وش حنا رانا نديرو؟ هو يبان له الكبير وش يدير كاع صحيح، وبالتالي ياخذنا قدوه، ياخذنا نموذج موديل دو كومبورتمون اللي هو ياخذه كمرجع يستند عليه ويحاول يوصل له، يحاول. اذا حنا ماذا بينا لو كان حبينا اولادنا ثاني يكونوا سلوكاتهم صحيه وصحيحه، لازم حنا نفوتوا في رواحنا قبل نشوفوا عده سلوكات اللي ما راهيش صحيحه نصححوها في رواحنا. حنا يعني بالريفلكس كاين مثلا تلقى مثلا مرأتين في نفس العمر نقولوا 30 سنة، واحدة أم واحدة ماشي أم، هذيك اللي هي أم راح تراجع كثيرا سلوكاتها لأنها هي راهي حاسة بالمسؤولية. بالضبط. لأن سلوكها رجع النموذج يقتدي به الأطفال تاعها، وهي مدى بها تشوف الأحسن في أطفالها. بالضبط. الحاجة اللي ما راهيش هي فيها مدى بها تشوفها في الأطفال. بالضبط. إذن واللي عادة ما كونش يعني الأسرة ولا يقدر يقعد ما يشوفش من هذه الناحية من المسؤولية. نعود نرجع إلى التقنيات أو بعض بالنسبة للكذب المرضي. الكذب المرضي عادة ما يظهرش وحده فقط كوم سيمبتوم، يعني كعرض ترافقوا أعراض أخرى، ترافقوا عدة انحرافات اجتماعية أخرى كما مثلا سرقة، مثلا كما تكلمنا على العدوان، يعني يقوم بتجاوزات خرق خروقات للنظام، النظام العرفي الاجتماعي أو النظام القانوني يعني الشرعي، ثم يكذب كذلك. فهي ما تقدرش تقول يعني تشوف يعني في البسيكو باثولوجي أو علم النفس المرض تقدرش تشوف هكذا فقط كذب، هو في حد ذاته اضطراب، يكون عارض مرافق لاضطرابات وخاصة اضطرابات نفسية اجتماعية، شخصيات ضد اجتماعية، شخصيات منحرفة، شخصيات إجرامية، كلهم راح يستخدموا هذا الكذب كمدعم وكمبرر ويغطوا به بعض زبايل وبعض يعني الخصائص اللي يكون في الشخصية تاعهم. إذن بالنسبة للكاذب هذا في الطفولة كما قال الأستاذ لابري، إذن في الطفولة قبل العامين قبل 3 سنين ما نقدروش نسموه كاذب، حتى أنه تقديم خاطئ للمعلومات، لكنه ما هوش كاذب لأنه الطفل رو يكون كما قلنا دائما في وظائف عدة وظائف من بينها الخيال. إذا قلنا الطفل قبل عامين ولا 3 سنين ما يكونش يفرق ما بين ما هو خيالي وما هو واقعي. بالضبط. فبالنسبة له هو يتلقى عدة مؤثرات إدراكية يدخلوا لابيرسيبسيون تاعو لمخه اللي يبدأ بشوية بشوية ينضج، مازال الملكة الإدراكية تاعو ولا الوظيفة الإدراك هذه مازال ما راهيش قوية بزاف باش تفرق حتى ما بين ما هو صح وما هو خيالي. بالضبط. فيبدأ يتكلم مثلا على روحه يقول لك كما تكلمنا مثلا حاجات بطولية تلاقيت معها هكذا ودرت كذا ودرت كذا ورحنا يحكي لك قصة كلها، لكنها هو مثلا يقدر يشوفها كان شافها ديسانيمي، يقدر يكون شافها هو حتى روحه كشخصية كرتونية مثلا تقمص شخصية من شخصيات الكرتون اللي يحبها مثلا هو. نرجعوا بور كلوتوري هذا الموضوع باش نغلقه، نرجعوا إلى التقنيات البسيطة اللي يقدر يطبقها الأخصائيين النفسانيين، نعتمدوها حنايا في العلاجات هذه السلوكية التقويمية لنقوم بها السلوكات هذه، وكذلك يقدر يستخدمها المربي والولي الأمر. الأساس تاعها هي التدعيم والتثبيط كما قلنا بالنسبة لي كل المشاكل السلوكية، ندعمه ما هو صحي وصحيح ونثبطه ما هو غير سليم. إذا نقدروا نستخدموا بعض المعززات مثلا الهدايا، الفسوحات، الرحلات، مادام أنك مكافآت يعني كذلك نفتحوا الحوار وقنوات الحديث الهادئ اللي ما نخوفوش به الطفل، ما نخلوش ما نضطروهش أنه يكذب كما قلت خوفا يعني خوفا على نفسه مسكين أو دفاعا عن نفسه. كذلك كاين واحد الفكرة عجبتني أنا في واحدة التقنية من التقنيات السلوكية، هو أنه يسموه ثمن الخطأ. الطفل مثلا كي نعطوا له مصروفه ولا نعطوا له مثلا كل يوم نعطوا له قسط من الحلوى أو شيء، إذا اكتشفنا عليه في هذاك النهار باللي كذب ونحكموا هذاك السلوك الكذب ونشرحوه، يعني نتكلموا عليه باستفاضة ونقولوا علاش درت كذا وهذا خط أحمر وانت، يبان نحوله لازم يدفع
ثمن يعني نحو له هذيك المكافأة، يحط يخلص عليه من مصروفه ولا يخلص عليه من الحلوى ولا أي حاجة، باش هو يولي يعمل حساب مرة أخرى اللي نغرموه وكأنه يدفع غرامة، باش هذه واحدة من التقنيات العديدة اللي نستخدموها حسب ليزابروش، حسب التوجهات النفسية. شكرا 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 أستاذة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصائح هذه. إذا يا أولياء لازم ما تكونوش قباح مع أولادكم باش يخافوا يقولوا لكم، لازم يجوا يصارحوكم على حسب واش قالوا الأخصائيين، ولازم تكونوا قرب من أولادكم والحوار ثم الحوار. إذا تقدروا تتواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استنونا في الحلقة المقبلة فيها نصائح أخرى تعاونكم باش تربيوا ولادنا. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدا، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم مؤمن، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.